من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي يلي رقيتم بالعطا كل عالي من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم براقة في سود الليالي مسيرة خلاص وتفاني معظم ما شابها شايب ولل الكمالي جهد البلا محمود لو تالي أهم والله يجازي بالعمل في التوالي لو فارقت نجساتكم باقي نلتم على المحبة والصفا والوصالي هذه هي الدنيا ويا ليت نسلم تعطي وتاخذ لو يطول المطالي كرسيها ما دام لو هو تبسم ما به أحد ما شد عنها الرحالي يا ليت كل الناس تؤمن وتفهم إن بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الرحمن ذو الفضل عليه ربنا المعبود ذو العرش العلي وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع مكمل فسلام الله مني عليكم وتحايا تؤدى للعلي أنا ما قمت هنا مبتدرا ساحة النظم فلست بالملي أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي إنما قمت هنا مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي أما قبل كوثر وماء أما بعد فخير ونماء في حفل الوفاء ماذا أقول فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا فلكم أقول سلام عليكم من المولى ورحمة منه تعالى وبركاته عليكم منا سلام الله ما سمعت شمس الضحى وأنارت سائر الحدب عليكم منا سلام الله ما انهمرت بالغيث مزن وما تسقيه من عشب قطوف من زهور الياسمين نقدمها لكل الحاضرين وفيض من تحيتنا إليكم تقر به عيون الناظرين سلام كالزهور وكالظلال إلى أهل المودة والوصال مدير مدرستنا الفاضل الأستاذ سلطان بن محمد الحكماني المحتفى بهم الأستاذ وليد بن عبد الله الخليفة السيد الأستاذ عبد العزيز بن عبد اللطيف العكاس الأستاذ أحمد بن خليفة الثواب الأستاذ فهد بن شجاع الدوسري وكلاء المدرسة الفضلاء إخواني المعلمين الأعزاء ضيوفنا الكرام الأجلاء حفلنا البهيج نفحات أنس أمشد ألطافي حلت علينا بليل عليل صافي ما أجمل هذا الجمع وبشره جمع مبارك عالي الأسناف وحال عرسنا أهلا بكم أبدا جمع كريم طيب الأخلاق هذه النجوم والأقمار قد سطعت تضيء بشرا وتحتفي برفاقي ما تكلمت إلا سرورا بمقدمكم تالله ما في الكلام من إنصافي أهلا بكم في ليلة تكريم المتقاعدين ليلة رد الوفاء لأهل البدر والعطاء خير بداية القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الرحمن المربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيها الجمع المبارك، ها نحن نمد بيننا وبينكم جسور المحبة والإخاء في ليلة الوفاء، ونسير في دروب الخير والعطاء، نهديكم أحبتي هذه الكلمات الشديدة بنكهة معاني الحب والوفاء غنية من إدارة مدرستنا الفدية، يلقيها مدير مدرستنا الفاضل الأستاذ سلطان بن حمد الحجباني، فليتفضل بالبهاء محفوفا. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه. إخواني المحترمون في هذه الليلة في هذا الحفل الجميل، الأستاذ وليد بن عبد الله السيد، والأستاذ عبد العزيز بن عبد اللطيف العكاش، والأستاذ أحمد بن خليفة الحوار حفظهم الله جميعا، زملائي المعلمين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف في هذه الليلة في هذا الحفل الجميل بالاحتفاء بالإخوان الذين لهم باع طويل في التعليم، وهم قامات تعليمية ليس على مستوى مدرسة محمد بن فهد، ولكن على مستوى التعليم في الأحسن. أنا كلمتي بتكون تلقائية، أنا قدموني زملائي وليسوا أفضل منهم ولا خير منهم، لكن أمثلهم وإن شاء الله أني بمثلهم خير تمثيل. الإخوان حقيقة الأستاذ وليد والأستاذ عبد اللطيف والأستاذ عبد العزيز والأستاذ أحمد الثواب قامات في المدرسة، وبعضهم تأسس المدرسة وهو فيها، ولهم فضل على الجميع ولهم فضل على الطلاب وعلى المجتمع. أنا حقيقة جد السنة ولا جلست مع خالد إلا يمكن 3 شهور أو شهرين، لكن حب الطلاب له وتعامله مع الطلاب وغلاه عند الطلاب وإخلاصه وحرصه على مدى السنوات الطويلة في هذه المدرسة، هذا اللي خلى الطلاب والمجتمع وأولياء الأمور اللي يكلمون يشكرون ويثنون عليه. ما مل ولا كل من الأمانة ومن حب الطلاب والعمل مع الطلاب. نأتي للأستاذ عبد العزيز، ويعني عبد العزيز مولود مع المنزه ما شاء الله تبارك الله، انذكر انجاز عبد العزيز بجانب عبد العزيز وراء ما شاء الله تبارك الله. ورجعنا للأستاذ احمد الدواب، يعني انا جيت معه وحل لي كثير من مشاكل المدرسه وعاوني في حل مشاكل المجتمع وكثير من الاشياء اشترك معي فيها. حقيقه يا اخوانا الكلام يعجز ولا اقدر اوصف، وانتركت المجال للمشاعر يمكن أقعد لي ساعات وأنا أتكلم عن الإخوان. حقيقة دائما يقولون فرصة عمر، لا حقيقة فرصة سعيدة، المجموعة اللي اشتغلت معها أعتبرها فرصة عمر، وأضافوا لي في إدارتي وأضافوا لي في حياتي بالأدب والاحترام والتقدير والوقار. أستاذ الأجلاء الله يبيض وجيههم عندنا وعند زملائهم وعند مجتمعهم ما قصروا، واعذروني على التقصير في الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكواكب فسأستولي على مسائكم الجميل، وربما يدركني الصباح وأنا أستعرض تلك الصفحات المضيئة التي سجلها هؤلاء الأفذاذ في ميدان التربية والتعليم، ولا شك أنكم على علم اليقين في تاريخهم المشرق وأياديهم البيضاء في هذا الشهر. لذا دعونا نعيش لحظات الأفراح
ودقائق السعادة مع ما تكنه الصدور وتبوح به الألسن، مما احتفظت به من ذكريات ومشاعر تجاه كل نجم من هؤلاء النجوم. نستمع في هذه اللحظات إلى كلمة المعلمين يلقيها بالنيابة عنه الأستاذ أحمد الجوف، فليتفضل بالباء محفوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أقف بين أيديكم نيابة عن زملائي وإخواني وأحبابي معلمي المدرسة لإلقاء كلمتهم نيابة عنهم. فيهم من هو أفضل وأجل وأعلى قدرا ومنزلا، لكنه تكليف جاءني من الإخوة المنظمين على هذا الحفل، فشكر الله لهم حسن ظنهم وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. الحمد لله القائل في محكم كتابه: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل عن ربه تعالى في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والقائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أما بعد، قائد المدرسة الأستاذ الفاضل سلطان بن محمد الحقباني، إخوتي وأحبتي المحتفى بهم الأستاذ وليد بن عبد الله الخليفة السيد، الأستاذ عبد العزيز بن عبد اللطيف العكاش، الأستاذ أحمد بن خليفة الثواب، الأخ الحبيب الذي لم يحضر فهد من شجاع الدوسري، إخواني وأحبابي وزملائي إداريي ومعلمي المدرسة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي المحبة والوفاء، في ليلة من ليالي رد جزء من الجميل لأصحاب الفضل الجزيل. أيها الكرام، ما أحلى اللقاء وما أروع الاحتفاء حين تكون غايته جمع القلوب على المحبة والتقدير والوفاء. فحي الله هذه الأنفس الطيبة، فرؤيتها تزيد الأفراح، ونسماتها تداوي الجراح، وعبيرها فواح تنثره الرياح على القمم في الليل وفي الصباح. نعم سأشدو، نعم سأشدو، وفيض الحب يسعفني. أهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا. جمعنا الكريم، نسعد هذه الليلة ونحن نحتفي ونكرم إخوة أفاضل عملوا معنا في مدرستنا الفتية، مدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز الابتدائية، لسنوات طويلة بجد وتميز غرسوا من خلالها في أبنائهم كل فضيلة، وحذروهم من كل نقص ورذيلة، كانوا وما يزالون مشاعل من مشاعل الخير والحب والعطاء، بما حباهم الله من قلوب حوت البعيد والقريب والحبيب. وهذه الليلة فرصة هيئها الله تعالى لنقول لهم: بارك الله فيكم وفي جهودكم المثمرة، وكتب أجركم، وجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، ووفقكم وسددكم أينما حللتم وارتحلتم بعد تقاعدكم. أبحرت في بحر الكلام لأقتفي، أحلى كليمات وأحلى الأحرف، لكنما الأمواج أردت قالبي، فتحطمت خجلا جميع مجادفي.
أنشدت ألف قصيدة لوجدتها في حقكم لا لم تفي سيروا إلى العلياء واقتادوا المنى وامضوا إلى الإبداع دون توقفي شكرا لكم شكرا لكم يرعاكم رب السماء كونوا كجسم واحد متفاتف ولا ننسى أيها الأحباب الكرام في هذا المقام وفي هذه الأيام المباركة أخوينا الفاضلين عيسى الواو وعبد اللطيف الجميعة وسيبقيان في قلوبنا ما حيينا راجينا من الله تعالى لهما الرحمة والمغفرة وأن يجمعنا بهما في جنات النعيم إخواننا الكرام عرسان حفلنا الليلة بعض الأعمال يتقاعد أصحابها ثم بعد وقت يطويهم النسيان ولا يبقى لهم أثر أو صيت إلا المعلم ففضله ممتد عبر الأجيال وذكره باق عبر الأزمان يبقى أثره ويتردد في الأصقاع اسمه لا تمحى بصمته ولا تنسى محبته وأنتم نعم أنتم من خيرة من عملنا معهم من المعلمين في ميدان التربية والتعليم كنتم وما زلتم أمثلة للقدوات الصالحة كنتم وما زلتم منارات علم يهتدى بها وجدنا فيكم الصدق والأمانة أفنيتم زهرات شبابكم وأجمل وأغلى أوقاتكم كي تؤدوا الأمانة على أكمل وجه فنعم المعلمون والمربون أنتم كما لا يفوتنا أن نتقدم بباقات من الشكر والعرفان للإخوة الذين قاموا بالإعداد والتنسيق والترتيب لهذا الحفل المبارك الإخوة الفضلاء أحمد الشعيبي علي العبد الواحد إبراهيم السلطان وليد العقار عادل إبراهيم سائلين الله تعالى لهم الأجر والمثوبة ختاما اسمحوا لي أن أهدي كل واحد منكم هذه الأبيات من بلغ منكم الستين من العمر ومن لم يبلغها داعين الله لكم بالعمر المديد والحياة السعيدة في طاعة الله تعالى واسمحوا لي لو أطلت قليلا لكنها مشاعر صادقة أرجو أن تلامس القلوب أبحرت حتى إنك القبطان أبحرت حتى إنك القبطان وهطلت حتى اهتزت الوديان من أين أهديك البيان وكل ما في جعبتي ديل لكم ورهان تتنافس الألوان في مرجانها من أين لي يا سيدي المرجان من أين والحرف الذي أشدو به نسجته منك جوانح ولسان لي من قصيدي وردة مفتونة بعواطفي ولك الجنى الفتان يا من على كفيك يخضر المدى وعلى لسانك يشرق القرآن وعلى جناحيك الأرض تبحث عنك والإنسان أهدت لك الستون أهدت لك أقرب الأسماع للمحتفى بهم كلمة يلقيها بالنيابة المعلم القدير والمربي الأثير الأستاذ أحمد الثواب فليتفضل بالبهاء محفوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي جعل مهنة التعليم أيها المعلمون هي مهنة خير البشر صلى الله عليه وسلم معلم البشر فأنتم أهلا لها أيها المعلمون بهذا بهذه التهاني بأن مهنة التعليم هي مهنة الأنبياء وشرفا لكل معلم من سلك هذا الطريق
وعلم العقول وأخرج الطبيب وخرج الأجداد كلها. هنيئا لكل معلم، كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هنيئا لكل معلم، هنيئا الذي خرج الأجيال ورباهم على الخلق والأدب. هنيئا لكل معلم سلك طريق الخير. هنيئا لكل من معلم علم الأجيال ونفع دينه ووطنه ونفع أبناء هذا الوطن. هنيئا لكم جميعا أيها المعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكم من العلم علمت الطلاب، وكم من أجر صبرتم على أذية بعض الناس الذين يحاولون أن ينزلون من قيمة المعلم. هنيئا لكم، يكفي شرفا إن الله أعطاكم الأجر الكبير. ما عليكم من الذين يحبطون المعلم، امشوا فإنكم على خير بإذن الله. أصالة عن نفسي وأصالة عن الإخوان المحتفى بهم، الأستاذ وليد السيد المعلم القدير والأستاذ عبد العزيز العكاس. وكذلك نحدثكم، نشكر، ومن لا يشكر للناس لا يشكر لله. حقيقة ثلاث تقريبا رسائل وجهها بالشكر والعرفان. أولا لقاء هذه المدرسة الأستاذ سلطان الحقاني، وهنيئا للمدرسة بأمثال هذا المدراء والقائد الفذ، والله لا أقولها مجرد، من خلال خبرتي البسيطة مع الأستاذ حريص كل الحرص على المعلمين، حريص على الطلاب، حريص على كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إنك فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمل. وأنا أقول لهذا القائد، أقولها من نفسي، والله يشهد الله علي إني ما جربت هذا، أقول لهذا الرجل في صفته خصلته، طبعا هو في صفات جميلة كثيرة، لكن اللي أذكر منها الآن هذا الرجل. أول كان قال كلمة والله يا جماعة لن أنساها إلى الأمر، قال لكل معلم أول ما جاء المدرسة: أيها المعلمون، كان يوجه خطاب للمعلم، اللي من عنده عذر لوالديه لا يستأذن منه. وهذا دليل على أصالة الرجل وتربيته. كان يقول لنا هكذا: من عنده عذر لأبيه وأمه أو شغل لأبيه وأمه فليخرج من المدرسة لا يستأذن. هذا دليل على إيش؟ دليل على سمو أخلاق، جزاه الله خير أستاذ سلطان. الأمر الثاني، كان عنده حرص غير طبيعي على المتقاعدين، كان والله رآهم كأنه له عيال أو أبناء. كان يقول: الله الله في المتقاعدين، الله الله في المتقاعدين، إلى اللحظة هذه هو يراعي كل مدة. وهذا دليل على سوء أخلاق أستاذ سلطان. أما الرسالة الثانية أيها المحتفى بهم، لابد نوجه لهم التحية والاحترام على مهنتهم هذه العظيمة. الرسالة الثانية، والله يتعب المشاعر به، وهم أخوان المعلم. يا جماعة والله ما هو سهل علينا الفراق، والله نحن نقار أخوان، ليسوا معلمين مثل أينا، أخوان عشنا معهم المحبة والمودة، والله قلوب صار أمثل هؤلاء. فأنا أشكرهم جميعا وأعتذر وأرجو منهم أن يسامحني كل إنسان منهم على ما بدر مني من سوء أو بدر مني من زلة، فأرجو أن يعفو عني. أسأل الله أن يعفو عني ويجعل ما قدمناه خالصا لله، لأن المعلم أجره كبير، المعلم أجره كبير عند الله عز وجل. أما الرسالة الثالثة فأوجه الرسالة لأخواني خارج المدرسة أمثال الأستاذ عبد الله جزاه الله عنا خير، والأستاذ والأستاذ أحمد السيد، أستاذ شيخنا الفاضل عبد اللطيف الملا، وكذلك أشكر أبو عمر خالد الصدر، وأشكر كل الجميع من حضر. وكذلك أضيف وأواصل الشكر لأبناء المحتفى بهم، هنيئا لكم هؤلاء الأبناء، أسأل الله يبلغكم إياهم وأن يسعدهم سعادة الدارين، وهذا دل على بر بآبائهم. فأنا أشكر الجميع وأشكر أخواني المعلمين، وأرجو أن تعفوا عنا جميعا وما مدر منا من تقصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا مسلم. أيها الحفل المبارك، لو أخذت من الشواطئ رمالها ومن البحار ماءها
ومن الفضاءات هواءها ومن الأشجار أوراقها وجعلتها مدادا لقلمي أكتب وأكتب لنفد المداد دون أن أصل إلى حقيقة مشاعركم تجاه المكتفى بهم وسط إحساسكم اتجاههم وهيهات هيهات أن أصل إلى ما بداخلكم فأحاسيسكم لا تستطيع أن تصفها اللسان والبنان لذا أحببنا أن نفتح المجال لكم جميعا للمشاركة والحكيمة لكن لضيق الوقت مرتبطون بدعوة عشاء يغلق المطعم الساعة 11:30 للأسف سنكتفي فقط بثلاث مشاركات ولا أعرف أن الجميع يريد أن يداخل يريد أن يبدي ما يكنه في صدوره للمحتفى بهم لكن المعذرة الوقت محدود لذا نبدأ ونستهل تلك المشاعر مع الإبن عبد اللطيف بن عبد العزيز العكاس الله إن كان تسمحون لي نخرج شوي من البروتوكول ونعطيكم قصة بسيطة وفيها أبيات قادم مدرسة طبعا أروح لخوف أبوي علي ما بلغني بالدعوة لهذا الحفل لأن يدري أني بجي من أي مكان فأخبرني فيه لكن ما بلغني بالدعوة فنقول لبيك لبيه يا صوت ينادين لبيه من بادي القاصي والداني لبيك لبيك من قلبي ملايين لبيك لبيك ثم لبيك بلساني لبيك لبيك من قلبي ملايين لبيك لبيك ثم لبيك بلساني مو بلبيك يا صوت الطرب والمزامير لبيك يوم لبيك يا صوت ابوي يوم ناداني كفي لك فراش والحافك هذا بعين كفك لي فراش كفي لك فراش والحافك هذا بعيني ما دمت انا حي تامرني وتنهاني سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المعلمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لن احدثكم بلسان الابن أنا أحدثكم بلسان الإبن لطال ليلكم أما أحدثكم بلسان الطالب الذي نشأ وتعلم في أرقة مدرسة الأمير محمد بن فهد أقول قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أكون بينكم في يوم الوفا من أهل الوفا لتكريم سيدي ووالدي وعدد من أساتذة الأفاضل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في ميادين المعارف والتربية والتعليم فالمعلم كان ولا يزال ينير الطريق للجميع فأسأل الله تعالى أن يكلل جهود مقام به بالسعي المشكور والأجر والثواب منه سبحانه وتعالى وأن يبارك في أعمالهم وأن يجعل حياتهم مليئة بالصحة والعافية إنه سميع مجيب ختاماً باسمي وباسم أسرة الغالية لكم جزيل الشكر وخالص الامتنان على جهودكم وإخلاصكم ووفاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن وليد السيد بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله حقيقة يعني ما عندي كلمة مرتبة لكن هي خاطرة في القلب يعني أقولها عني وبالنيابة عن إخواني الحقيقة أهني الوالد العزيز يعني بهالمسيرة صراحة الرائعة والمشرفة لنا كأبناء أو كطلاب كذلك فنحن يعني أبناء وطلاب كذلك هذه المدرسة فالحمد لله يعني اللي الله بلغ الوالد هاليوم وأنهى مرحلة وظيفة أنا ما أقول مرحلة العمل لأن سبحان الله الإنسان المسلم مطالب بالعمل حتى بعد التقاعد يعني هناك مجالات كثيرة للعمل مثل العمل التجاري أو العمل كذلك في مجالات الخدمة الاجتماعية الحمد لله اليوم الدولة
متاحه كثيره من الجمعيات وكثيره من اللجان لخدمه المجتمع، سواء في مجال التعليم او مجال الصحه او مجال التكافل الاجتماعي. فالواحد يعني يستغل حقني استثمر هالمشاركه البسيطه، يعني اني انصح فيها الوالد وكذلك العم الاستاذ عبد العزيز العكاس والعم الاستاذ احمد الثواب بالعكس، لان المرحله اللي فاتت هي مرحله الوظيفه، والمرحله تطلع ان شاء الله تكون اجمل وتكون فيها استثمار ان شاء الله لما اوتيتم من العلم ومواهب ان شاء الله في خدمه هذا المجتمع. والحقيقه يعني مما يعني يدعوني للفخر، يدعوني كذلك اني صراحه ابتهج واتشرف. انا يعني واحد اليوم يروح ويسافر بما يعني يقتضيه به العمل، كثير يعني قابلت او واجهت كثير من طلاب الوالد، وهنا في هذه اللحظات يعني استشعر صراحه كثير من مشاعر الفرح يعني، وافتخر كثيرا بالوالد. يعني مجرد ما مثلا يقابلني احد سواء كنت اعرفه او ما اعرفه من طلاب الوالد الا ما يرحب ويحتفي، واذا كانت لي حاجه الا ما تقضى، يعني كلها تكريم من الوالد. وهذا الحقيقه يعني تاج على راسي وشيء انا افتخر فيه يعني كثيرا كثيرا. ويعني شكرا على اداره المدرسه على هذا الحفل الكريم وجميع القائمين على هذا المحفل الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نثلث تسد تلك المشاعر مع الابن حذيفه بن احمد الثواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابي العزيز، مهما تحدثت عنك فالكلمات اللغه لا تنفيك حقك. كنت وما زلت لي المعلم الاول والاب الحاك، تفتحت عيوني على ابتسامتك ولم تقص ابدا في نصحي وتوجيهي. أبي العزيز، شهادتي فيك مجروحة. أبي العزيز، شهادتي فيك مجروحة، وكيف أصف ما تتمتع به من حسن خلق وطيب نفس. وقد تحيرت هل أنت الأفضل كأب أو الأروع كمعلم، فنعم المعلم أنت ونعم الأب والصديق. بارك الله لي في عمرك وأعانني على برك، وتقبل تهنئتي وكلماتي التي لا تخرج من لساني بل تخرج من قلبي وكل جوارحي. شكرا لأبناء المحتفي مع هذه الكلمات الدافئة الحانية وتلك المشاعر الجياشة الرقراقة، فلقد أدمعت العيون وحركت المشاعر كثيرا. لكن أبا عبد الله أستاذ موفي حن وقال لازم اشارك المرة، فعند بعض الكلمات نختم بها تلك المشاعر وبعد ذلك ان شاء الله التكريم. يتفضل عبد الله استاذ موفي الدوسري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. عندي مناسبه يعني او مفاجاه تفاجات فيها بالحفل، واسال الله القبول. الف مبروك التقاعد ابا مصعب بعد أعوام حافلة بالعطاء المتواصل. ها أنا اليوم أبارك لك التقاعد وأنت محمود السيرة وطيب الأثر، وسوف تبقى على كل الصدور يسامى، فمسيرتك حكاية عطاء بذلتها بكل حب. زوجتك أم صعب. الله يعينك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما مشاعري تجاه الإخوة، فالأخ الأكبر صاحب الابتسامة أبو خالد بارك الله فيه، صاحب الدعاء، ابتسامته لذيذة على القلوب. لا نمل ولا نكل بل نبحث في أرجاء المدرسة عن هذه هي الابتسامة، وما عهدته عليه بأنه رجل شمالي لا يزعل ولا يتضايق من هذه الدعابة. قسم جنة صراحة.
وأما أبو مصعب وأبو عبد اللطيف فهما بالنسبة لي كوكبان بألفي نجمة تلمع في السماء. فأما القمر فينير طريقي المظلم بظروف الحياة وبالابتسامة وأخذا بيدي حتى يذهب عني هذا الحزن. وأما الشمس فتدفئ قلبي المكلوم بضوء الضحى حتى يذهب ما به من ذرات الألم. حفظهما الله وكلاهما الشمس والقمر. جزاكم الله خيرا. قد سقت الأرض فاخضرت، كنت ما زلت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود. فجزاكم عنا أفضل ما جزى العاملين المفلسين في هذه اللحظات. أبى الجميع إلا أن يكرم المحتفى بهم بهدية متواضعة من الجميع. لذا يتفضل قائد المدرسة الأستاذ سلطان محمد حكباني لتكريم المحتفى بهم لمسيرتهم في هذا الميدان التربوي. محمد من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي. تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي. يلي رقيتم بالعطا كل عالي. من منطلق تقدير راقي ومفعم حبيت أقدم يا نعات الجزالي. تستاهلون الطيب وشعار تنضم يلي رقيتم بالعطا كل عالي. أنتم لنا نبراس في الليل الأظلم نجوم برق في سود الليل.